السلام عليكم الخوت شنو كامل بخير وعلى خير معكم رضوان فلوف. اليوم الاخوان غنحط لكم واحد الاوديو تسمعوه الهرب الهرب اي دي سي، وعاد باش غيتحط الفيديو من مورا الاوديو، يعني ان شاء الله غنحط لكم هذا الفيديو هذا من مورا غنحط لكم الفيديو كندوي على التفاصيل ديال السلعه وشحال كتقام وهذيك. ان شاء الله اللي ما كنتش يكمل الفيديو اللي غنحطو راه فيه الاوديو في الاخر، وهو الجاكيطه طابينا وجبدنا اونلاين شحال كدير ابار الشحن ابار المصاريف اللي تابعين. المهم ان شاء الله غنخلي لكم دابا الاوديو صمتوا ليه، نتمنى الاراء ديالكم الاخوان. الناس اللي كتناقضني هاني كنتقبل الاراء ديالكم الاخوان، كنتقبل التناقض ديالكم، كنتقبل اي حاجه وكنصلح الغلط اللي فيا كنصلحو بشويه بشويه. المهم بغيتكم نتوما تحكموا علينا بهذا الاوديو هذا، هذاك الشيء اللي كاين فيه اللي كاين فيه في الفيديو غتشوفوه في الكواليس مع واحد السيد، اللي غتشوفوه في الفيديو اللي غنلوح عيط العزيز ودار هوت بارلور ودوى معاه وسمعنا الهضره اللي داز معاه، هذاك هو السيد مول الاوديو. الاخوان غنخلي لكم الاوديو دابا وانتم غتحكموا عندنا بالاراء ديالكم لي كومونتير، وديك الساعه غتعرفوا عزيز واش كيزيد عليكم ولا كيبيع لكم اكثر من المناسب. وتحياتي للجميع، وكنطلبكم الاخوان كنترجاكم قشقاشه كنترجاكم بغيتكم هاد الفيديو هذا لي كومونتير ديالكم تحكموا علينا بهم هاد الشيء اللي كاين، ولا كان شي نقد بناء مرحبا، انا اي حاجه كنتقبلها منكم الاخوان كيف ما نتوما مدعميني وواقفين معايا، واي فيديو كنحطو كتدخلو وكنوصل لكم معلومات كنوصل لكم اي حاجه باشكم تفاعلوا ليا مع هاد الفيديو هذا وتعطيوني الاراء ديالكم في الكومونتير على الاوديو. تحياتي للجميع وشكرا لكم كاملين، وشكرا للناس اللي صيفط لي وصلتهم، ناس مكناس فاس الرباط قنيطره مراكش اكادير الصحراء، الناس الداخله تحياتي ليهم انت هما. ومن طنجه حتى للبويره اللي نسيتو الاخوان، من طنجه حتى للبويره، يعني راه كلشي مذكور. وتحياتي للجميع، وراكم عارفين شعارونا هاشتاق صوفي ديما ديما قشقاش. يعني باش نقول لك سمح لي ما كنقيت جيت الثلج سمح لي ليفايس جاكيت تعرف شحال يطلع لك اخويا العزيز بحال هادشي تعال يطلع لك. عندك جوج سبرديلات بغيتي، قلتي اسكس اسكس ثقيله وسكيتر خفيفه، وعندك توم بونطالون جين واحد ليفايس واحد جاكيت. جاكيت بدا بوحده على الاقل فيها واحد 2 كيلو ديال الاولى، جين تقريبا ما واصلش كيلو، يعني هاد تاع عندك تقريبا 3 كيلو، هاد تاع عندك 4 كيلو، عندك تقريبا شي 200 دولار 200 الف فرانك 200 وشي 10 200 وشي 12 غير ديال الشحن بوحده، يعني 40 الف ريال غير الشحن بوحده هذا. وكاينه حاجه اخرى في الشحن اللي اشتريت المره وانا ممكن تكون ناقصه عليك 20 دولار، ولكن راه ما فيها لا يعني كتصيفطها ممكن توصل ممكن ما توصلش، ما فيها لا اسيرونس لا والو، يعني ملي كتصيفطو دابا كتمني كدما كتشحن دابا السلعه راه كتصيفط باسيرونس، يعني على الاقل على الاقل يردوك 200 دولار مثلا، جوج سبرديل تردوك فيها 200 دولار فهمتيني. هادشي خص تعرفو، يعني الشحن بوحدو هذاك الشيء اللي بغيتي انت درتي كامل خص فلوس تكون واصله هنا، هادي اول حاجه تكون فلوس واصله هنا. فرض بغيت ندير معاك هاد القضيه باش نكون واضح معاك، تكون واصله هنا وهادشي اللي كتشوف فيه غيدار في غدار في غدار في كارطونه، ياك غيدار في كارطونه سبرديله وهادي وهادي كلشي غيدار في كارطونات من ليفايس، غتاخذ من ليفايس يعني فيها فيها الطريق يعني بلا بلا ما غادي نحسب انا ما نحسبش انا شحال ديال الغاز ما نحسب ديال ليسونس، يعني غير الشحن بوحدو غير ترونسبور بوحدو الشحن اللي كنقولو حنا الشحن، يعني في اللي شحن واحد باقي غالط في البريد 200 المهم غيكون 200 200 نقولوا 210 212 تقريبا حتى 220 نقولوا 40 الف ريال، وعاد زيد سلعه اخرى يعني شنو نقول الاسيكس بعدا اسيكس عاود على 81 دولار تعاود 80، كاين داك النوع اللي النوع ديال ديال كوانتيوم داك الشيء غالي هذوك نقولوا حنا 100 دولار بفاليو. سكيتشر سكيتشر ما بين ما بين 60 دولار و 130 دولار، يعني غادي تاخذها تاخذ وحده غير تقريبا 90 قولوا 90 هي 190 190 بالليفايس ليفايس الا خديتي واحد
الا خديتي واحد غتاخده بشحال غتاخده؟ غتاخده على الاقل غتاخده ب 60 دولار. جاكيت، جاكيت نقول احنا 60 دولار، يعني 60 ب 60 120 على 190 هي شحال؟ 120، 120 و190 هي 300، ها بلاتي 350، ياك 350، و350 غتزيد عليها، غادي تزيد عليها الشحن اللي هو نقول احنا 100، نقول احنا 200 دولار، غتراك القضيه ب 550 دولار. 550 دولار هي تقريبا 100، هذه راه ما فيها لا، ما فيها لا ليسانس لا والو، نقولوا حنا نحسبوا لك ليسانس، يعني غتوصل لك القضيه بشحال؟ قضيه 120 ألف ريال، 120 ألف ريال. هذه غير العادي. اما انت قلبتي على هادي وهادي، بغيتي هادي وهادي وهادي وهادي، راه ممكن يوصل حتى 700 ألف فرنك. عا باش نكون واضح معك اخويا العزيز، شتي دوك السكيتشر هذوك، هذوك انا ربحت مع مولاهم لحقاش كيتشرط، بغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي، انا ربحت معايا، ربحت معاه، شريتهم لي ربحت معاه، لقاش فيها تكرفيصه مرة كتمشي كتمشي وكادي. هذه غير بغيت نوريهم عاد شحال، عاد شحال خسر عليهم هذوك 4 سبرديلات، اقسم بالله على 700 ألف فرنك، 700 ألف فرنك مغربية، يعني تقريبا 740 دولار هنا، ولكن راه السبرديلات اش نقول لك، يعني اخر ما كاين، اخر ما كاين، ما كاينش عيل اللي ما خرجت، اخر ما كاين داهم. كاين السبرديلات اسكس اللي وصلت تما، ماشي واصله 100 و 125 دولار، والرخيصه فيهم وصلت 90 دولار، وعاد زيد الشحن بوحدو 157، وعاد زيد، عاد زيد خدمتي انا، لان بنادم كيتشرط كيباغي هادي وباغي هادي، ماشي بحال مثلا باغي سبرديله باينه، نمشي لفوت لاكر نجيبها لي دنيا يعني، ويخلص يخلصها 50 دولار، ما ندي معها حتى حاجه، لقاش باينين. اما ملي كتولي باغي 4، باغي 5، ممكن توصل ل 700 ألف فرانك، 700 بحال هكاك، 700 لا 700 ألف فرانك.